شرفتوا، أهلا وسهلا فيكم يا حبايب قلبي، أنتوا هالولاد الصغار يلي يسوع بحبكم كتير، يلي قال عنكم إذا لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. هالفترة أنا كتير معجوق، عنا كتير طلبات، هدايا ورسائل عم نقراها وهدايا عم نحضرها لحتى ما نخيب أي أمل أي طفل. إن كلكم كل اللي بعتوا لي رسائل رح نوصلن الهدايا بطريقة البابا نويل الحلوة، ممكن على التلج، يمكن ننزل بالمدخنة، يمكن على ظهر مع الغزلان بالعربية الغزلان. بابا نويل بيوصل على كل بيت وعلى كل قلب. بما إنكم جيتوا رح أخذ رياحة شوي وأقعد أشرب فنجان حليب وأكل كعك. هودي أنا ما بطعم منهم حدا، هودي لإلي خصوصي، إن هودي بنصحوا كتير. اليوم وصلتني رسالة من طوني عم يسألني لي بوزع هدايا بعيد ميلادي، مش لازم هني يجيبولي هدايا؟ ب24 منو عيدي، هيك قعدنا لأخبركن عيد مين وأجمل قصة بالتاريخ. من 2000 سنة ربنا اختار فتاة عذراء كانت مندورة للهيكل اسمها مريم العذراء ابنة يواكيم وحن، بشرها الملاك بالحبل الإلهي وقبلت هذه البشارة، قالت له للملاك ها أنا زآمة للرب فليكن لي بحسب قولك، واختارت انه تكون ام يسوع، قبلت انه تكون ام يسوع. يسوع يعني او بالاحرى عمانوئيل، عمانوئيل معناها الله معنا، الله يخلصنا، يلي هو بده يجي يخلص العالم. تاخر الوقت يا شباب، لازم اوصل جيب اغراض حتى شوي هيك مشغولين، ما تواخذونيش يا حبيباتي، خلينا بكرة بدنا نغدي الأقزام، بدنا نغدي الغزلان، قاعدين بلا أكل. يلا وبكرة الله راد منتابع الحلقة أنا وياكم، منتابع الخبرية، بس ليكن طروني ما تفلوا لكون رجعت.